لك انا نجلس ونشد فيك. باق الله يبارك. صافي خليني هانت بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا قناة شوف تي في مباشرة معكم من مدينة الخميسات. احنا اليوم جينا عند واحد الاخ ديالنا اللي كان تيشتغل بقطاع السمك، كان تيبيع السمك ديالو بالجملة، وتع بعد اللي كانت الشركات اللي كان تيدفع لهم السمك يعني ما اداوش ليه الواجب ديالو، كان بيناتهم دعوة وتحكمات ليه المحكمة الصالح ديالو بواحد المبلغ اللي مبلغ مهم. ودابا لقى مشكل في التبليغ ديالهم وفي التنفيذ، عفوا التنفيذ ديال الحكم ديالو من هذه المده من 2007. هو غادي يحكي لكم دابا المشكل ديالو بالتفصيل. السلام عليكم حدود عزيز مدينه الخميسات، كنشتغل في مدينه الداخله تاجر اسماك بالجمله، وكنت كنبيع الشركه الدكمار السمك الاخطبوط، وقع لي نزاع بيني وبينهم، وباش عطوني المديري رفعت بهم دعوى المحكمة التجارية. الحمد لله المحكمة التجارية حقدت لي حقي، حكمت لصالحي في الابتدائي وفي الاستئناف. ولكن المشكل اللي لقيته هو باش ننفذ الملفات، جميع المحاولات درتهم داروا لنا الصعوبة في التنفيذ، حيدنا الصعوبة، جيت نحجز لهم البنكة كيحيدوا لنا الحجز، ورغم ذلك الشركة خدامة و تيقول لك ما راه ما خدامهش، وعندها جوج الفروع، شركه داكمار وشركه داكناف. ما خليت اي طريقه، درت طبت وعييت، كندي معايا المحامي من الخميسه حتى للداخله، المصاريف كثيره. انا دابا كما كيقولوا بالدارجه تقاديت، وهاد الرساله كنوجهها لسيدنا الله ينصرو باش يحل لي المشكل ديالي. لحقاش جميع الابواب طرقت لهم، اي باب كما غيكون النوع ديالو في الرباط طرقت ليه والو. هذاك السيد كيقول لهم انا هو القانون، هاد مدير الشركة الدكمار تيقول لهم انا هو القانون، ما غاديش تنفذوا هاد الملفات. ولهذا كنطلب من سيدنا باش يحل لي هاد المشكل هذا. الله ينصرك سيدنا، نطلب لك الله التوفيق. وهذه المناسبة السعيدة اللي كيحتفلوا المغاربة من طنجة حتى للقويرة حتى للقرقرات باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية، ونطلب منكم التوفيق سيدنا حل لي هاد المشكل هذا. والسلام عليكم وشكرا. واخا انت الشركه كنتي كتعامل معها كيفاش؟ كنتي كتعامل معها بلي شيك لا كنتعامل بالفاكتوره. داكشي الحمد لله كلشي خدات به المحكمه التجاريه وحكمت الصالح ديالي، شي الحمد لله ما لقيتش فيه الصعوبه. المحكمه التجاريه عطاتني حقي في مراكش وكادير. المشكل اللي لقيت هو في مدينه الداخله، المحكمه ديال مدينه الداخله كيقول لك هاد الملفات راه واخا دير لي درتي ما غاديش نفذهم على هاد السيد. طبط وعييت وتقهرت، وانا كنعاني دابا بالنسبه لي كنت خدام مدينه الداخله، دابا كان عندي واحد المرض مزمن وضيق التنفس، وعيت عييت 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 بمعنى الكلمه. كنطلع انا والاستاذ ديالي حتى للداخله بالمصاريف كثيره، انا دابا تقاديت، كنطلب المشكل يحلوا لي سيدنا. هذا هو الباقي، هذا هو اللي باقي عندي. شحال المده دابا؟ شحال ديال المده اللي الملفات دابا من 2007 يعني كتجارة باش يتنفذوا لي الملفات. يعني التنفيذ من 2007 ومن قبل راه درت دعوة من 2000 تقريبا وجوج باش درت دعوة، والحكم تحكم الصالح. المشكل عندي هو في التنفيذ، لقاش داك السيد تيقول انا هو القانون ما غاديش يتنفذوا الملفات، بغيت نعرف علاش. وكنعرف ان القانون علا على كلشي، نعرف بان القانون علا على كلشي. شحال تقريبا ديال المبلغ اللي يعني؟ تقريبا شي 400,000 درهم. اللي حكمت لك المحكمة؟ اللي حكمت لي المحكمة الصالحين. وهي نفس المبلغ اللي كنتي اللي وكان كثر. كان كثر يعني. كان كثر. ولكن المحكمة حكمت لي في هذا المبلغ هذا. دابا كيفاش الحالة المادية ديالك والحالة النفسانية ديالك؟ أنا كنعيش دابا واحد الحالة لا يرثى لها، أنا عايش عليا ديون كثيرة بسبب هاد الملفات هادو، لقاش جريت وجريت مزيان على هاد الملفات هادو، تقهرت. هادشي شكل التجأ لسيدنا يحل لي المشكل ديالي في أقرب وقت.
وما كنتي كتعامل معاهم الشركة قبل ولا انا الأول؟ كنتعامل كيفاش من سنة 1982، كان الأمور كانت كانت عادية؟ الامور مزيانة، كانوا وقعوا لي شي مشاكل، بعت شي سلعة للناس ديال اكادير، وقع لي واحد المشكل تمايا، داو لي تاهما واحد المبلغ كبير، ومني رجعت للدكمار حتى هي بغات دير لي بحال نفس اللي داروا الناس ديال اكادير، ما بغاوش يخلصوهم. والتجأت للمحكمة، المحكمة الحمد لله عطتني حقي، المحكمة التجارية عطتني حقي، نصفطني، ولكن المحكمة الداخلة ما بغاتش تنصفني. الملف تيقول لك الشركة ما بقاتش خدامة، والشركة شركة خدامة، وزاد فرع آخر، عندها الداكمار وعندها الداكناف، وكلشي باقي الحمد لله. والملف هذا واش الأستاذ قال لي أنا ما عمري شفت بحال هذا الملف هذا، الأستاذ ديال المحامي قال لك ما عمري شفت بحال هذا الملف. واخا رسالة الأخيرة الرسالة الأخيرة كنوجهها لسيدنا الله ينصرو باش يحل لي هاد المشكل، ونطلب الله يطول لنا عمره، وبهاد المناسبة السعيدة كيحتفلوا المغاربة كما قلت من طنجة حتى لكويرات الكويرات باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية ودول الخارج وأوروبا وإفريقيا، نطلب الله يوفقنا لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا قناة شوف تي في، في لايف آخر إن شاء الله بإذن الله.